هذا المحرم أقبلت أيامه، فادعوا السواد لترتفع أعلامه. هذا المحرم أقبلت أيامه، فادعوا السواد لترتفع أعلامه. أقم العزاء فحرمة الإسلام قد هتكت، وضاع حلاله وحرامه، وشفى من الدين الحنيف وأهلي رجس النفاق غليله وطغامه. فكم ابن باغية رمى فتكسرت في صدر فاتحة الكتاب سهامه، وغدت سيوف الشرك تعلو سبط من هدمت بشرعة حقه أصنامه. أنا يذوق مرارة الآلام من لم يصطلم في كربلاء إمامه؟ فاندب وأعرض عن مقالة جاهل لم يدر في أي الأمور ملامه. ذكر الحسين مداد كل تفجع، واللاطمون أكفهم أقلامه، ومحمد جعل البكاء لذكره فرضا ولما يأتي بعد فطامه. ابكي الحسين وعز طالب ثاره، الماضي على أعدائه صمصامه. كم حسرة جاشت له في صدره لا تنقضي حتى يحين قيامه. فعلى الحسين من الخلائق دمعها، ومن العلي صلاته وسلامه. وإذا غدا المهدي يبكي دما فبمثل ذاك تشبهت خدامه.